بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. هنتابع مع بعض محاضرات الـ Anxiety Disorders. اتكلمنا قبل كده عن الـ Generalized Anxiety في محاضرتين. خدنا في المحاضرة الأولى فكرة عن الأسباب المحتملة لحدوث الـ Generalized Anxiety Disorder. في المحاضرة الثانية اتكلمنا على الأعراض والعملية التشخيصية بحيث نوصل للـ Correct Diagnosis للـ Generalized Anxiety Disorder. النهاردة هنستكمل الـ Generalized Anxiety بالكلام على العملية العلاجية عن التريتمنت أو المانجمنت أوف Generalized Anxiety Disorder. لكن خلونا في البداية نأكد على إن الـ Generalized Anxiety زي ما هي أندر Diagnosed هي برضو أندر Treated. في أحد الدراسات سنة 2000 على يوروبيان سامبل لقت ان 20% بس من المشاركين في الاستادي اللي عندهم جنرايز انكزايتي هم اللي ايه اسكد ميديكال هيلب. 20% منهم 23% هم ريسيفد نو تريتمنت، ما خدوش اي حاجه. 19.6% ريسيفد اونلي سايكولوجيكال تريتمنت. 30% تقريبا ريسيفد اونلي دراج تريتمنت. 26% received both drug and psychotherapy. نفس الكلام او نسبه قريبه على في احد الدراسات الهولنديه في البرايمري كير اللي لقت 27% of patient with anxiety disorder received guideline oriented care. يبقى ده مهم جدا ايه علشان نبقى حريصين جدا في عمليه العلاج، نبقى عارفين ان معظم المرضى ما بيتلقوش الرعايه الكامله، ومن هنا يبقى الحرص على معرفه كل اوجه العلاج للقيام بالايه او لتقديم العلاج المناسب. هنتكلم على كل الامور اللي تخص العمليه العلاجيه، تريتمنت جول، تريتمنت كونسنتريشن، والسيتنج، والاديوكيشن، والجنرال ميجر، سايكو ثيرابي، كل ما يتعلق بعمليه العلاج. اول حاجه انا عايز ايه من العلاج، ايه الجولز اللي انا بهدف من وراه في عمليه علاج الجنرالايز انكزايتي. اول حاجه طبعا تو ريديوس الكور سيمبتوم، الاعراض الرئيسيه اللي بتشكل او بتمثل الجنرالايز انكزايتي، سايكولوجيكال، سوماتيك، كوجنيتيف. تو تريت كوموربيد ديس اوردرز، يعني الجنرالايز انكزايتي من الحاجات اللي هي هايلي كوموربيد، يبقى لو في اي كوموربيديتي ان هي ايه؟ ان هي تتعالج، بحيث لان الاثنين هياثروا على بعض وهيؤدوا الى المينتنس اوف ايتش اذر. تو كونتينيو تريتمنت فور لونج انف، مش مجرد ان الاعراض تختفي هيبتدي يبطل العلاج والا هيحصل ايه؟ هيحصل يبقى في ريسك اوف ريلابس. تو امبروف ذا فانكشننج، ان الشخص يرجع ايه يؤدي دوره الوظيفي، ان انا احسن الكواليتي اوف لايف بتاعته، يبقى ده جزء مهم جدا في العمليه العلاجيه، مش مجرد ان ايه ان الخوف او القلق او بعض السوماتيك سيمتوم تختفي، لا ان كل الفانكشننج بتاعته فاميلي وسوشيال ورك ريليتد رولز ان هو يرجع يؤديها بالطريقه الطبيعيه. في بعض الامور بقى لازم اراعيها وانا بختار العلاج، ايه الحاجه المناسبه. الحاجه المناسبه دي هتخص كل شخص نفسه، مفيش حاجه مناسبه لكل الناس في نفس الوقت. بناء على ايه؟ بناء على البريدومينانت سيمبتوم، ايه الاعراض الايه الاكثر او الغالبه عند الشخص ده، هل هي سوماتيك ولا هي سايكولوجيكال ولا هي كوجنيتيف. السيفيريتي اكيد المايلد غير الايه غير السيفير من ناحيه اختيار العلاج. البريزنس اوف كونكوميتنت ميديكال ايلنس، البريزنس اوف سبستانس ابيوز او لو فيه ريسك اوف سوسايد، الاوت كام اوف بريفيوس تريتمنت، اهو خد الحاجه ديت وما تحسنش عليها يبقى خدها قد ايه والمده قد ايه. طيب خد الحاجه ديت واستمر عليها ورجع حصل ريلابس مره واثنين، يبقى ايه محتاجين مراعاه للايه للديوريشن غير الايه غير الايه غير المعتاد. الكوست ايشوز اكيد من الحاجات المهمه جدا، ان انا اكتب حاجه تناسب الشخص ويقدر ينتظم عليها. الافيلابيليتي اوف تريتمنت ان ا جيفن اريا، ما بختارش نوع من السايكوثيرابي او مش متوفر عندي اصلا في المنطقه دي. البيشنت بريفرنس نقطه مهمه جدا جدا، هو مش عايز سايكوثيرابي، هو مش عايز دراجز، يبقى الحاجه اللي هو ايه اللي هو بيفضلها، لان هو ده اللي هيساعد في الايه في الاستمراريه بتاعه العلاج. طيب هعالجه فين؟
نقطة مهمة جدا، في معظم الأحوال حقيقة التريتمنت كان بي دان اون اوت بيشنت بيسز، لكن في بعض الأحيان ممكن أحتاج لإيه؟ إلى هوسبيتاليزيشن لو فيه ريسك أوف سوسايد أو معاه، سواء نتيجة السيفير أنكزايتي نفسها أو إن هو معاه إيه؟ كوموربيد كونديشن هي اللي إيه؟ هي اللي مسببة السوسايدال صوت أو مزودة السوسايدال ريسك. unresponsiveness للستاندرد تريتمنت، يبقى ابسط حاجه ان هو محتاج هوسبيتاليزيشن عشان عمليه الايه التشخيص نفسها. اهو وجود ريليفنت كوموربيديتي سواء ميجور ديبريشن بيرسوناليتي سبستانس ابيوز، يبقى الموضوع مش موضوع انكزايتي بس، لا ده في حاجات كمان كوموربيد بتخلي عمليه التريتمنت ايه اكثر تعقيدا بما يستدعي الهوسبيتاليزيشن. طيب ايه اول حاجه في العمليه العلاجيه؟ الايديوكيشن، السايكو اديوكيشن. والسايكو اديوكيشن محتاجينها بغض النظر عن التريتمنت المستعمل، لكن هي نفسها ممكن تكون جزء من الايه من الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي زي ما هنقول قدام. يبقى الاديوكيشن او السايكو اديوكيشن، نوليدج از امبورتنت فاكتور فور تشينج، ات كان هيلب ايه ان مور كنترول للايه للانكزايتي سيمبتوم. بعض المرضى ما بيبقوش عارفين اصلا ايه اللي عندهم، ايه التشخيص اللي ايه بتاعهم، او يبقى عندهم مع بعض المعلومات الايه الخاطئه او المغلوطه ان الانكزايتي ممكن ده انا هتجن، قالوا لي ان الايه ان القلق الزياده ده هيسبب ان انا هيجي لي فصام، اهو المعلومات دي هتزود الايه هتزود الانكزايتي. يبقى عنده فكره، نديله فكره عن الايه الفسيولوجيكال ريسبونس، ان مش كل الفير ومش كل الوري حاجه دينجرس، وان الفيسيولوجيكال سيمتوم ديت لا تعني ان انا عندي فيزيكال ديزيز. بعض المرضى ممكن ايه يستريح بس مجرد معرفه ان الديس اوردر ده از ا كومن ديس اوردر، وفيه الكثير من المعلومات والداتا حواليه، وفيه الكثير من الايه من التريتمنت استراتيجيز المتوفره، وتوفرها بيعني ان الحاجه ديت ايه ان هي كومن، لانها لولا انها كومن ما كانوش حرصوا على انهم يوفروا الادويه او العلاجات بهذا العدد. السايكو اديوكيشن انكلود الدايجنوزس والايتيولوجي والفيزيولوجي والفيزيكال سيمتوم اوف انكزايتي والافيلبل تريتمنت ابروتشز اند اتس راشونال والبينيفيشال والادفيرس افكتس بتاع الايه بتاعه التريتمنت اللي انا هستعمله. It is important to inform the patient حوالين الايه حوالين duration of therapy، ان انا مستحتاج ايه ان انا محتاج لفتره مش بعد اسبوع او 10 ايام مفيش تحسن إيه يبقى العلاج ما جابش نتيجه وان انا بطل علاج واشوف حد تاني، او ان انا اشتكي وخلاص من الايه من عدم وجود نتيجه بالنسبه للعلاج. يبقى محتاج persistent to achieve the maximum benefit and to ensure sustained improvement in their condition. السايكو اديوكيشن برضو انكلود ريكومنديشن حوالين الايه حوالين اللايف ستايل، احيانا بيحتاج الايه اللايف ستايل بتاع الشخص ان هو يحصل فيه بعض الموديفيكيشن تو ريديوس الانكزايتي ريليتد سيمبتوم. اهو موديفيكيشن لللايف ستايل اهو حاجات جنرال خالص، لكنها ايه لكنها هتساعد في تقليل الانكزايتي. اهو تعلم بعض الايه الستريس مانجمنت سكيلز سواء بطريقه فورمال او ان عن طريق الايه الاستعانه بحاجات اونلاين او سيلف هيلب جروبس. ليميت كافيين، يبقى ستوب اور ليميت الكافيين يوز انكلود كل الحاجات اللي فيها كافيين، كافي وتي وكولا وشوكولات. طبعا ايه الستوبج نفسه الصادن ستوبج لو حد بياخد كميات كبيره هي نفسها ممكن ايه يبقى لها المشاكل بتاعتها، يبقى محتاج ايه محتاجه برضه فن في الستوبج. ونفس الكلام مع السموكينج، السموكينج سيسيشن الصادن لو واحد واخد كميه او لفتره طويله ممكن ينتج عنه انه يبقى محتاج ايه ابطل، لكن ايه لكن حسب الجايد لاينز المتعارف عليه. احسن السليب، مجرد تحسين السليب كواليتي وكوانتيتي ممكن يقلل الايه الانكزايتي. الفيزيكال اكتيفيتي، فيزيكال اكتيفيتي از لينكد لامبروفد الفيزيكال هيلث والسايكولوجيكال ويل بينج واللايف ساتسفاكشن. تحسين الايه الفيزيكال مش مجرد فيزيكال اكسرسايز، لا نزود الاكتيفيتي بتاعه الشخص.
جوينينج ايه سبورت جروب، لا ده لو ده متوافر ايه، لو ده متوافر إيه عندنا. بعد كده عندنا بقى مجموعتين كبار من الايه، من العلاجات، السايكو ثيرابي كالمعتاد والايه والفارماكو ثيرابي. السايكو ثيرابي از ا فيرست لاين اوبشن فين؟ في المايلد تو مودريت انكزايتي ديس اوردر. مهم قوي النقطه دي. هو فيرست لاين اوبشن لكن في المايلد تو مودريت، مش في السيفير انكزايتي. يبقى is a first line option في المايل تو مودريت، هيتراوح ما بين حاجات لو انتنسيتي مش محتاجه حد بروفيشنال لهاي انتنسيتي سيرابيز. لو انتنسيتي سيرابي انكوربوريت او سيلف هيلب ابروتشز، مجرد ان انا في بعض الايه الكتب بعض المواقع خش عليها ويتعلم منها، ان انا بعلمه ايه سيلف سيمبل كوبنج تكنيكس اهو للسيطره على الايه على القلق وعلى المخاوف عن طريق ايه؟ عن طريق التخصيص وتو راشونالايز الكونسيرنز، يبتدي يفكر ويناقش الايه الحاجات اللي ايه اللي عامله له قلق او اللي عامله له خوف، تو اورجنايز الوريز انتو ماينور اند ميجور وريز، ما يبقاش كله زي بعضه، ما يبقاش الحاجات البسيطه زي يبقى في بعض الايه السيمبل كوبنج تكنيكس ممكن تقلل ايه الانكزايتي، وخصوصا لو الحاجه ايه مايل، الى انها محتاج بقى ايه هاي انتنس، محتاج بقى سبيشالايزد ثيرابيست، محتاج نوع معين من الايه من السايكو ثيرابي بحيث يوصل لنتيجه. طبعا الايه الستاندرد في السايكو ثيرابي في الجنرالايز انكزايتي حاليا هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، هو اكتر حاجه ويمكن الاونلي وان اللي عليه ايه سترونج امبيريكال سبورت. الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي زي ما هو معروف شورت تيرم ثيرابي، وده من ايه من المميزات بتاعته من 8 الى 20 سيشن. الافيلابل داتا انديكيت ان الكلينيكال ريسبونس ما هوش 100% من الحالات، ودي نقطه مهمه جدا اهو، ما فيش حاجه بتجيب نتيجه 100% لا الدراج ثيرابي ولا السايكو ثيرابي اهو، يبقى ده بحسب احد الاستاديز ان النسبه ما بتزيدش عن ايه عن 50%. موست CBT oriented approaches بتشمل ايه السايكو ادوكيشن، احنا اتكلمنا عليها وقلنا انها ممكن تبقى جزء من الايه من الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، يبقى سايكو ادوكيشن. ايه تاني؟ سيلف مونيتورنج، كوجنيتيف ريستراكشرنج، ووري اكسبوشر، ووري بيهيفير كنترول، والبروبلم سولفنج، وريلاكسيشن اكسرسايز. هناخد فكره عنهم ببعض التبسيط. اول حاجه السيلف مونيتورنج، دي اتنين عشان احنا اتكلمنا على السايكو ادوكيشن. سيلف مونيتورنج، السيلف مونيتورنج ايه؟ الشخص بايه بيراقب نفسه اهو، ده هيفيد في ايه؟ هيفيد في عمليه الاسسمنت نفسها، انه تو ايدنتيفاي الكونتكست والكونتنت اوف الوريز اللي عنده، يبقى هيحد يقدر يحدد اهو بيحصل امتى وايه الحاجات اللي اهو، وبعد كده ايه كتريتمنت ستراتيجي. بيكامينج اوير اوف باترنز اوف وري اند انكزايتي ممكن تؤدي الى ايه؟ الى التقليل مع الوقت للايه؟ للانكزايتي اللي موجوده عنده. البيزك كونسبت اوف مونيتورنج ان كل مره الشخص بيحس ان هو وارد، ان هو بيحس ان هو انشط، يسجل امتى وفين الانكزايتي ديت بتبتدي، والانتنسيتي بتاعه الاكسبيرينس، والاعراض الايه السيمتوم الايه اللي بتبقى موجوده. البيشنت كان مونيتور الاكسبيرينس بتاعته ديت على فول شيت اوف بيبر ذات ديسكرايب الانتاير ويك، او ان هو يسجل ايه سيتويشن بسيتويشن، يبقى ممكن بتختلف بقى هيسجل عمليه المونيتورنج ديت تبقى موقف وموقف، ولا على مدار اليوم، ولا على مدار الاسبوع. ولما يبتدي بعد كده عمليه الكوجنيتيف ريستراكشرنج الهيكله المعرفيه للافكار بتاعته، برضه هتخش في ايه في عمليه المونيتورنج السبيسيفيك ثوت بروسيس انفولفنج ايه الورز بتنضاف للمونيتور. ايه الكوجنيتيف ريستراكشرنج او الهيكله المعرفيه؟ عارفين ان الايه ان الاشخاص اللي عندهم جنرالايز انكزايتي بيبقى عندهم بعض الكوجنيتيف ديستورشن اللي الشخص فيها ايه اوفر استيميت الايه احتماليه حدوث النيجاتيف ايفنتس، هيحصل لي حاجه، هيجرى حاجه اهو، او واندر استيميت الايه الابيليتي ان هو يقدر يتعامل او يتكيف مع هذه الايه النيجاتيف ايفنتس، مع هذه الصعوبه.
الكوجنيتيف ديستورشن ديت بتلعب دور مهم ايه في المينتنس بتاعه الانكزايتي، بتبقى عامله زي فيشيس سيركل بقى. الكوجنيتيف ثيرابي اهو تارجت الايه هذه الديستورشن الفولت ابريزال سيستم على امل ان هو ايه ان هو يصلح. كوجنيتيف ريستراكشرنج احنا اتكلمنا فيه بثلاث محاضرات قبل كده على الايه على الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي بصفه عامه اهو، لكن هتشمل الايه ديلينج ويز الاوتوماتيك سورس، ريكوجنايزنج الايه الفولتي لوجيك، اكسبلورنج الالتيرناتيف برسبكتيف، ريتشنج بالانسد رياليتي بيزد كونكلوجن، عمليه الايه الكوجنيتيف ريستراكشر. طبعا ده مش كافي الايه للتعامل، محتاج ايه محتاج ان انا يبقى عندي فكره بالكوجنيتيف بيهيفيرال سيرفي كوجنيتيف ريستراكشر. الوري اكسبوجر في الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر الايه الشخص بيحاول ايه يتجنب الحاجه اللي بتعمل له مخاوف، بيبقى في افويدنس بيهيفير. الافويدنس ده هيعمل ايه؟ هيعمل انكمبليت بروسيسنج اوف وري، هيبعد عنه الوري اهو، هيعمل نيجاتيف ري انفورسمنت، وبالتالي ينتج ايه المينتنس اوف وري. براون ايتال في 93 اهو وصف ايه تكنيك، وفي غير وصف حاجات مشابهه برضه. إيه ودسكرايب تكنيك ان ويتش البيشنت الشخص اهو ماله اهو اكسبوز سيم سيل اللي عندهم انكزايتي اكسبوز سيم سيلز تو بوث وري اند ايمجز اسوشيتد وذ ذا وري، يبقى بيبتدي ايه يتخيل ويتصور الحاجه اللي عاملاه لها اللي عاملاه الوري ديت for extended period of time، على امل ايه ان التعريض نفسه للايه للمخاوف وللصور وللمواقف اللي ايه اللي بتعمل له وري ديت اكتيفيت الورست بوسيبل اوت كوم ان اوردر تو بروسيس، اهو عايز يتعود على الخوف اللي هو بيهرب منه ده بحيث يحصل ايه هابيتويشن. هابيتويشن اوف انكزايتي از فاسيليتيتد سرو برضو ايه كوجنيتيف تشالنجينج، يبقى هو اهو يعرض ان الحاجه اللي بيهرب منها بيواجهها حتى على مستوى التخيل على مستوى الافكار. هيحصل انكزايتي، هيحصل معاها هابيتويشن احسن من ايه من عمليه الافويدنس، وفي نفس الوقت يبقى فيه تشالنجينج للايه للافكار ديت بحيث ان هي تقل قريب منها اللي هو ما يعرف بالايه بالوري بيهيفير كنترول، التصرفات اللي بيعملها الشخص علشان ايه علشان تو افويد الوري. بيهيفير ذات فاسيليتيت الافويدنس اوف ذا وري اتسلف ميزن ريزلت ان افويدنس اوف الانكزايتي وبالتالي الاستمرار. حسب الاكسبلانيشن ده اليمينيشن للوري بيهيفير ده التصرفات اللي انا بعملها عشان اتغلب على الانكزايتي لا احنا مش عايزينها، عايزين نوقفها عشان يحصل الوري عشان يحصل معاه الايه الهابيتويشن اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليه. بروبلم سولفينج تيتشينج بروبلم سولفينج از ان امبورتنت بارت للايه للسي بي تي ابروتش في الانكزايتي بين ايه كان هيلب البيشنت ان هم تو فيس الايه عدم احنا قلنا في الايه في السايكولوجيكال ثيوريز بتاعه انتوليرانس للانسرتينتي والكاتاستروفيك ثينكينج اهو اللي هم ايه اللي هم بيأثروا على قدرته على حل المشاكل، يبقى دول حاجتين مميزين للشخص اللي عندهم انكزايتي. الناس اللي عندها انكزايتي هتأثر على قدرته على حل الايه على حل المشاكل اللي هو بيواجهها. البروبلم سولفينج بتشمل الايدنتيفيكيشن للبروبلم والجول سيتنج والجنريشن اوف الترناتيف سوليوشن سيليكشن للسوليوشن وامبلمنتيشن الايه اند ايفالويشن للحل. الهدف مش ان انا ايه ان انا احل المشكله، الهدف ان انا ايه اتعلم بيتر بروبلم سولفينج سكيل واتعلم ان ايه there is often multiple solution لايه لاي بروبلم، وان كل حاجه طبعا لها الميزه ولها العيب بتاعها وازاي اختار منه. مش بنحل المشاكل، بنتعلم ايه الطرق المتبعه اللي ممكن استعملها في حاله مواجهه مشكله اللي على راسهم ان انا ايه ان انا مش في uncertainty او الايه ان انا بتفكر بطريقه كاتاستروفيك يا اما الحاجه هينتج عنها مصيبه او كارثه كبيره لو غلطت او حصل حاجه. اخر حاجه اللي هي relaxation exercises important part في السي بي تي الفانكشن بتاع الريلاكسيشن تو ريديوس الفيسيولوجيكال كورليت اوف وري اند انكزايتي
باي لورنج الايه البيشنت اوفرول اروزال ليفل. ممكن تلعب اذر رول ان هي ايه، ان هي بتوسع الفوكس بتاع الشخص بتاع التركيز بتاع الشخص. تو كونسيدر alternatives ان ان انكزايتي بروفوكينج سيتويشن. هل في تكنيك معين عشان الريلاكسيشن اكسرسايز؟ لا، الكرنت كونسيبت دلوقتي ان انا ممكن استعمل العديد من التكنيكس اللي هي تعمل ريلاكسيشن. لكن طبعا الايه البروجريسيف ماسل ريلاكسيشن ده اكتر حاجه عليها ايه كلام واكتر حاجه عليها اهتمام. يبقى ممكن استعمل الحاجه اللي الشخص نفسه بيقدر يتقنها وهو مقتنع بيها طالما هي بتؤدي الى ايه الى ريلاكسيشن. ممكن استعمل كومباينيشن من الايه من التكنيكس. على راس التكنيكس ديت البروجريسيف ماسل ريلاكسيشن، ويجي بعديه الابدومينال او الديب بريزنج، البايو فيدباك والمايندفولنس والميديتيشن. ايه البروجريسيف ماسل ريلاكسيشن ديت؟ دي خطوتين، عمليه بتتم في خطوتين اهو، كونتراكشن وريلاكسيشن للديفرنت ماسل جروبس. يبقى انا بعمل سترونج كونتراكشن وبعد كده بعمل ريلاكسيشن. مع الريجولر براكتس هتدي الشخص يبقى فاميليار، يبقى مدرك للايه للتنشن، للتنشن في الماسل والريلاكسيشن اللي هما بيحصلوا فين، اللي بيحصلوا في الانكزايتي وبيبقى فين في الديفرنت بارتس اوف ذا بودي. خلاص يبقى الريلاكسيشن عارفها مع شكلها ايه، والايه والتنشن او الكونتراكشن عارف اللي هما في اي ماسل، وبالتالي بيبقى مدرك للاعراض اللي بتحصل في الانكزايتي مع الانكزايتي، وبالتالي يقدر يعمل عمليه الريلاكسيشن. This can help to react to the first sign of the muscular tension اللي accompanies the stress and hence to work to antagonize it. البروجريسيف ماسل ريلاكسيشن كان بي كومبايند مع الديب بريزنج. الديب بريزنج اللي هو ليه اسامي تانية مختلفة اهو، ده فراجماتيك وابدومينال وديب بريزنج كلهم معنى واحد، اللي هو ايه allow the abdomen to expand as one breathes rather than chest. يبقى اهو هيبقى لو حد يعمل كده هيبقى في ايه، هنلاقي فعلا ان ايه ان البريزنج بقى ديب بريزنج. ممكن احكم عليها لو انا مش عارف اتاكد، احط وان هاند على الشيست وان هاند على الابدومين، هيلاقي بحيث ان ايه الابدومين هي اللي ايه هي اللي بتتحرك ديورنج الايه الديب بريز. هيتم ازاي؟ لكن مش لازم احط، مش لازم العمليه دي ان انا احط ايدي على صدري او على بطني تشمل ايه التكنيك نفسه. سلو ديب انهاليشن، بياخد نفس بعمق ببطء، ثرو ذا نوز العمق ايه غالبا ايه 10 حد عدد 10 1 2 وهو بايه وهو بياخد النفس بعد كده خد النفس بيكتب النفس شويه، وبعد كده يحصل ايه سلو اكسبيريشن برضه بيكرر الايه البروسيس ديت 15 مرات بيحس بعديها بالريلاكسيشن. الديب بريزنج ليتس فيسيولوجيكال افكت اسيستنج البلاد فلو، لورنج البلاد بريشر، البلس ريت، اند امبروفنج الفيجال تون، وريديوس السيمباثيتك رياكشن. مع البروجريسيف ماسل ريلاكسيشن الاثنين بيجيبوا احسن النتائج. البايو فيدباك كان في وقت من الاوقات له الشهره الطاغيه، هو بايه بيحاول هو تو كنترول برضو نفس الكلام الماسل تنشن والبلس والهارت ريت عن طريق ايه، عن طريق بقى جهاز متركب ان انا بالكترودز ان هو ايه يقيس الايه الماسل تنشن والبلس والبلاد بريشر، وان هو يحاول يعمل له كنترول. ما عادش ليه الاهميه او الاهتمام زي ايه زي في التمارينات مثلا. المجموعه الثانيه من العلاجات المتاحه الفارماكولوجيكال ثيرابيز الدراج تريتمنت. الدراج تريتمنت او الفارماكوثيرابي از اولسو ا فيرست لاين تريتمنت، ما هوش سكند لاين بعد السايكوثيرابي، لا هو فيرست لاين، بس فين؟ في المودريت تو سيفير انكزايتي ديس اوردر. طيب اذا انا هستعمله في المايلد هلاقي فيه مايلد في سمول افكت سايز، هستعمل في الحاجات السيفير هلاقي ان فيه ايه فيه لارج افكت سايز. يبقى اختيار الايه اختيار الوسيله العلاجيه مهم جدا. فارماكوثيرابي في المودريت تو سيفير دراج تو سيفير ديس اوردر، كل ما كان الموضوع سيفير كل ما كان الايه النتيجه احسن وايه في مقابل سايد افكت اقل. فاكتورز ذات مي برايورتايز التريتمنت بالدراجز بايه تشمل نون ريسبونس للسايكوثيرابي، الكرونيك كورس، كومبلكس كونديشنز،
and depression comorbidity بالإضافة طبعا لإيه للسيفيريتي اوف ذا disorder. هستعمل أي drugs؟ all medication should be titrated slowly and continued for at least 4 weeks. عشان ايه؟ عشان احكم ان الايه ان الدراج ده افكتيف ولا لا. يبقى سلو تايتريشن. الاشخاص اللي عندهم انكزايتي ديس اوردر سنسيتيف جدا لاي سايد افكت واي حاجه بينسبوها للدراجز، وبالتالي ايه هنلاقي يعني في دروب اوت كتيره لو انا استعملت رابد تايتريشن. محتاج وقت، مش هبطل علاج بعد اسبوع ولا اتنين علشان مفيش ريسبونس. Once the symptoms are controlled, the medication should be used at least for أو في المتوسط لمدة سنة، لمدة 12 شهر. تتراوح المدد ما بين الـ guidelines ما بين 6 شهور إلى سنة أو سنتين أو longer. حسب إيه؟ حسب الشخص نفسه، حسب الـ experience بتاعته قبل كده. According to the clinical setting before gradually tapering them. يبقى أنا فترة العلاج اللي بيحكمها الكلينيكال سيتنج بتاعت الشخص في المتوسط أو في المجمل في حدود 1 year. Every medication has adverse effects like weight gain, diabetes, hyperlipidemia. Thus the patient need to be monitored for these side effects. ايه الحاجات المتاحه عندنا؟ عندنا الانتي ديبريسنت تبقى انواعها كلها، انكزيوليتكس سواء البنزودايزيبين او النون بنزودايزيبين اللي هو البوسبيرون، الانتي سايكوتكس، البيتا بلوك. المجموعه الاولى من الدراجز اللي هي الانتي ديبريسنت، مضادات الاكتئاب. تقريبا كل مجموعات الانتي ديبريسنت استعملت في علاج الانكزايتي ديس اوردر، في علاج الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر. الـ SSRI والـ SNRI والـ MAO inhibitors والـ tricyclic antidepressant وفيه العديد من الـ studies اللي بتشير ان هي more effective than البلاسيب. لكن في المجمل هنلاقي ان الـ response بيتراوح ما بين 30 إلى 50%. بمعنى تاني ان احنا ما عندناش حاجة effective 100%، لا psychotherapy ولا drug therapy. الـ SSRI حاليا ويليها الـ SNRI هم الـ preferred، مش عشان الافيكاسي ولكن علشان الايه؟ علشان السايد الفيفربل سايد افكت بتاعه. اذا هستعمل انتي ديبريسنت يبقى شود بي سلولي تايتريتد عشان اتجنب الايه؟ الاجيتيشن، الانيشال اجيتيشن اللي ممكن تحصل معاها واللي هتخلي المريض ان هو يبطل هذه الادويه. Recent meta-analysis reported in most SSRI and SNRI are more effective than the placebo for generalized anxiety. وكان الاستالوبرام والدروكسيتين كان هم having the largest effect size. في بعض الكونسيرن حوالين ما يعرف باسم التاكيفلاكسيس. التاكيفلاكسيس اللي هو مع استعمال الايه؟ مع استعمال الدراج يحصل ايه؟ يحصل ويننج او يحصل لوس اوف ذا ايه؟ اوف ذا بريفيوس افكت. لكن ما زال الموضوع عليه ايه؟ عليه كلام. و ذير از ليميتد ايفيدنس اوف ادفيرس اوت كم مع الايه؟ مع الكرونيك يوز. مفيش ايه؟ مفيش مشاكل ريبورتد حوالين الايه؟ حوالين الكرونيك يوز من الاس اس ار اي والاس ان ار اي لاي فتره ممكن. الاس اس ار اي والاس ان ار اي بصفه عامه well tolerated usually manageable or short lived with usually manageable or short lived adverse effects. الانيشال ديفلوبمنت ليفل اجيتيشن اور انكزايتي بتنتج عن ايه؟ بتنتج مع استعمال الاس اس ار اي والاس ان ار اي مع السيرج البيك اللي بتحصل من زياده للسيروتونين. ممكن نقللها بايه؟ بالايه؟ بالسلو تايتريشن او مع استعمال ايه؟ ادجنكتيف بنزودايزبين في بدايه العلاج. الترايسايكليك انتي ديبريسنت كانت في وقت من الاوقات هي الايه؟ هي الفيرست لاين قبل وجود الايه؟ قبل وجود الاس اس ار اي. الكلومبرامين والامبرامين كانوا هم الايه؟ هم على القمه. ما زال لهم الدور والاثنين ار ابروفد لكن في البانيك ديس اوردر. بالرغم من ما فيش ما يوحي او يشير الى ان هم
اقل افكاسي من الاس اس ار اي، لكن قل استعمالهم عشان ايه؟ عشان السايد افكت بروفايل بتاعهم لصالح طبعا مين؟ لصالح الاس اس ار اي. الترايسايكليك انتي ديبريسنت شود بي يوزد ويز كوشن ان بيشنت كونسيدر تو بي ات ريسك ليس سوسايد due to their potential fatal toxicity مع الـ overdose. المونو أمين أوكسيديز إذا كانت الاستعمال الترايسايكليك قل، فالإيه؟ فالمونو أمين أوكسيديز قل جدا، يمكن ما فاضلش منهم ممكن يستعمل غير الموكلوبوميد. وكان ميزة الإيه؟ المونو أمين أوكسيديز يمكن في السوشيال أنكزايتي ديس أوردر عنه في الإيه؟ في الجنرالايز أنكزايتي ديس أوردر. ونفس الوضع إيه؟ مستمر بالنسبة للموكلوبوميد. وبالتالي المونو امين اكسيديز انهبيتور او النوع الوحيد المتاح حاليا ما هوش ايه؟ ما هوش فيرست لاين تريتمنت بالنسبه للجنرالايز انكزايتي ديس اوردر. بعض الادويه بقى ايه؟ ما هيش ما عليهاش كلام في الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر لكن ممكن تستعمل. بيجي منهم الميرتازيبين. الميرتازيبين ده ابروفد فين؟ في الميجور ديبريسيف ديس اوردر. هو ليه ديفرنت ايه؟ ديفرنت فارماكولوجيكال افكت عن الاس اس ار اي والاس ان ار اي. ليه بعض الايه؟ ليه بعض البوزيتيف افكتس اللي ممكن نستفيد منه اهو، زي السليب وتحسين السليب وتحسين الابيتايت. فلو محتاج الحاجات ديت ممكن يبقى ايه؟ يبقى عامل مساعد في النسبه للتريتمنت للشخص اللي عنده جنرالايز انكزايتي ديسورد. طبعا السايد افكت هي هتبقى العكس، هيبقى الويت جين والايه والسيديشن او السومنس. مفيش كنترول ستادز على الميرتازيبين في الجنرالايز انكزايتي اوردر، فهيستعمل هيبقى اوف ليبل وتو كنترول بعض السيمتوم اللي مش قادر يعالجها بالايه بالستاندرد تريتمنت. من الحاجات برضو اللي ممكن تستعمل الايجوملاتين. ايجوملاتين ده ميلاتونين 1 و2 اجونست. في بعض الستادز بتشير ان هو تو بي افكتيف في الاشخاص اللي عندهم جنرالايز انكزايتي ديس اوردر. هو اقل من الاس اس ار اي من ناحيه الديسكونتينويشن سيمتوم ومن ناحيه الايه السيكشوال ديسفانكشن. فده هيبقى ايه؟ هيديله ادفانتج عن الاس اس ار اي والاس ان ار اي لو الشخص ايه بيشتكي من هذه السايد افكت، لكن عنده مشكله اللي هو ايه الاليفيشن للهيباتيك انزايمز في حوالي 1% من الاشخاص. الفورتكسيتين في سيستماتيك ريفيو بتقول ان هو ايه didn't improve الجنرالايز انكزايتي سيمبتوم. البنزودايزيبين الساحر الشرير. البنزودايزيبين كانت في وقت من الاوقات هي الفيرست لاين تريتمنت. اهو طبعا معروف الافكت بتاعها على الموديوليشن للجابا ريسبتور، وان هي اندايركتلي بروموت الجابا اكتيفيتي. فيري افكتيف في المانجمنت للانكزايتي سيمتوم على الشورت ران. لكن طبعا ايه المشكله الرئيسيه بتاعتها اللي هي الديبندنس. في بداية الاستعمال كانوا متخيلين ان البنزودايزيبين ما بتعملش الديبندنس، طبعا بالمقارنة بالباربيتوريت اللي كانت موجودة في الوقت ده. بنزودايزيبين are no longer considered first line monotherapy for anxiety disorder، لكن can be used as short term on either stand alone او ايه او as needed basis للبانيك والجنرالايز والسوشيال انكزايتي ديس اوردر بجانب العلاج الرئيسي اللي هو الاس اس ار اي والاس ان ار اي. البنزودايزبين ار سبيشال افكتيف في الجاد والبانيك والسوشيال انكزايتي ديس اوردر، وطبعا ايه بالنسبه للانسوميا، لكن ما هيش ايه مش اون ريجولار بيزس. ان كونتراست للانتي ديبريسنت البنزودايزبين دونت كوز الانيشال انكريز في الايه في الاجيتيشن والانسوميا and lead to early relief of anxiety symptoms. وده ممكن من الحاجات الاسباب اللي ايه اللي بتساهم وتساعد ان الشخص يبقى ايه يبقى ديبندنت عليه. مع كده احنا بنقول ما بتستعملش كفيرست لاين ومحدش يستعملها كريجولار بيز، بتستعمل 55-94% of patient of anxiety disorder في اليونايتد ستيت. في اليوروبيان كارتنز برضو في هاي ريت اوف يوز للبنزودايزين. البيتر يوز از تو بي يوز في الانيشال تريتمنت از ادجنكتيف
adjunctive therapy in patient with severe generalized anxiety او اللي معاهم comorbid panic disorder as adjunctive therapy، وخصوصا ايه في البدايه. الحاجه الثانيه in some cases with severe cardiac disease او contraindication هي الايه للستاندرد دراج او suicidal suicidality او وجود other condition. الديس ادفانتج او السايد افكت بتاع البنزودايزيبين معروفه واتكلمنا عليها في محاضره مستقله. في بقى اذر جابا ارجيك دراجز، احد الدراجز اللي شغال سيلكتيف جابا ري ابتيك انهبيتور تايجابين، ده ماله استادد في 3 لارج بلاسيبو كنترولد ترايل او شو ايه نو سيجنيفيكانت ديفرنس عن البلاسيبو، عشان نبقى عارفين بس ان الميكانيزم اوف اكشن حاجات متشابهه في الميكانيزم اوف اكشن وما تؤديش الى ايه الى نفس الايفكت. تايجابين اه في 3 بلاسيبو كنترول ستادي از شوت نو سيجنيفيكانت ديفرنس عن البلاسيبو، وكان في ايه كان في ميني سايد افكتس ودروب اوتس عاليه في الستاتس، وبالتالي ايه ما هوش هيلعب دور في التريتمنت اوف جنرالايز انزايتي ديسوردر. البوسبيرون ده مجموعة مستقلة لوحده نان بنزودايزبين انزيوليتك، مفيش غيره في المجموعة دي، شغال كبارشال اجونست على ال 5-HT1A، ملوش افكت على البنزودايزبين جابا ريسبتور. استاديز كتيرة وضحت ان هو ايه is effective in the treatment of generalized anxiety disorder، بس الافكت ده از ليس ذان ايه البنزو دايزيبين، وخصوصا الناس اللي خدت بنزو دايزيبين قبل كده. مش كده وبس، هنلاقي ان في كوكرين ريفيو حوالين البوسبيرون لقت ان هو السوبيرو للبلاسيبو صحيح، لكن الافكت سايز از سمول ويز سمولر افكت سايز كومبيرد بالبنزو دايزيبين وبين والانتي ديبريس. برضو في كوكرين ريفيو تاني وضحت ان هو از ليس ذان البلاسيبو في حالات البانيك، يبقى ما هوش افكتيف في التريتمنت اوف بانيك الون، يبقى لازم محتاج حاجه تانية معاه في الايه في البانيك ديس اوردر، ويستحسن طبعا ان انا ابعد عنه لانه هو اصلا ايه ليس ذان البلاسيبو. البوسبيرون غالبا بيتاخد مرتين او ثلاث مرات يوميا، دي الدوز بتاعته، مش حباية عند النوم لأنه هو أصلاً ملوش إفكت على السليب، ودي برضو أحد المشاكل بتاعه اللي هو إيه محتاج مالتيبول دوزين. برضو سلو أونست بيحتاج من لحد 4 أسابيع علشان نوصل للإفكت. يبقى البوسبيرون has slow onset of action variable tolerability والأوفرول lack of benefit للناس اللي مع عنده اللي عندهم إيه اللي عندهم comorbid condition، ملوش إفكت مثلاً على الدبريشن، يبقى لو حد مش هيستفيد بيه. طب ايه الادفانتج؟ نو ابيوز بوتنشال، دي اهم واحده يمكن. نو ديفلوبمنت، والشهره جايه من هنا. نو ديفلوبمنت اوف وذدرول او ديبندنس او تولرنس، اكيد ما بيأثرش على الالرتنس، ما بيعملش سيديشن، دي ميزه وعيب. يبقى غالبا اللي عنده انكزايتي محتاج حاجه سيداتيف، فهو ايه لازم هينضاف حاجه تعمل السيديشن بالليل. مينتين الكوجنيشن الميموري والسايكوموتور سكيلز، مش هيأثر على السواقه، ما بيأثرش على الفنتيليشن، ما يعملش ريسبيراتوري ديبريشن، يعني دونت كومبرومايز الايه السيكشوال فانكشن، دازنت انتراكت مع الكحول، نو دوز ادجستمنت اور ايج ريليتد سايد افكتس، اللاك اوف دراج دراج انتراكشن، وسيف في الاوفر دوز. السايد افكت بتشمل ديزنس نوزيا هيديك نيرفسنس، وان كان اقل من الايه من الاس اس ار اي لايت هيدنس. من الحاجات اللي بقى عليها كلام كتير في الفتره اللي فاتت البريجابلين، والبريجابلين حاليا ابروفد ان يوروب لكن مش ابروفد في اليونايتد ستيت للتريتمنت اوف ايه جنرايز انزايتي، وان كان في اليونايتد ستيت ابروفد الاذر انديكيشن، بمعنى انه هنلاقيه ممكن يستعمل ايه اوف ليبل هناك. البريجابلين بيحسن ايه بوس السايكيك سايكولوجيكال سيمتوم والسوماتيك سيمتوم في الادلتس اللي عندهم جنرالايز انزايتي ديس اوردر، بما فيهم الايه بما فيهم الالدر. الاونست از ايرير ذان الانتي ديبريسنت وهاد هاير افكت سايز عن الاذر انزيوليتيك،
انتي هيستامين، الاس ار اي، السن ار اي، البنزودايزبين، الازابيرون، يبقى الافكت سايز اعلى من بقيه الحاجات. السليب ديس اوردرز ويتش ار كومن ان بيشنت ويز انكزايتي ديس اوردر ماي امبروف ايرلير للناس اللي بتاخد الايه البريجابلين عن الاس اس ار اي والاس ان ار اي عشان الايه السيديتنج بروبرتيز بتاعتها. يبقى البريجابلين من الحاجات اللي ايه اللي تعتبر الصاعده الواعده في الجنرايز انكزايتي. لكن هنبقى المشكله اللي ايه الكبيره طبعا اللي هي الايه الديبندنس، الموست كومن سايد افكت اللي هي السومنولنس والديزنس. الويت جين بيعمل ويت جين لكن دوز وديوريشن ريليتد. ات كان اوكير ويز ايفن افتر شورت تيرم ادمنستريشن، يعني في انديفيدوال فاريشن. المشكله الكبيره ان هو بقى خلاص بقى جدول بقى سكيدجول ان ميني كونتريز عشان الايه؟ عشان الابيوز بوتنشال. Discontinuation symptom occur in some people following abrupt or rapid discontinuation of treatment. وبالتالي بيحتاج ايه؟ بيحتاج تبعد. الانتيسايكوتكس. Antipsychotics في الانكزايتي؟ Yes. Antipsychotics are used on off-label basis. لأثر indication غير السايكوز بما فيهم مين؟ بما فيهم الانكزايتي disorder والجنرالايز انكزايتي disorder. الترايفلوبرازين. ستيلازين او الستيلاسيل ماله؟ ده FDA approved للتريتمنت اوف جنرالايز انكزايتي. هو حصل على الابروفال زمان والحاجه اللي بتاخد ابروفال ما بتتسحبش. يبقى الوحيد من الانتي سايكوتيك اللي واخد FDA approval في الجنرالايز انكزايتي الترايفلوبرازين. الاهتمام بقى بالانتي سايكوتيك بدا في الفتره ما حدش طبعا هيستعمله حاليا في الايه في الجنرالايز انكزايتي. الريسنت ستادي سجست ان الاتيبيكال انسايكوتكس مي بروفايد اديشنال بينيفيت ان جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر. لو دوز اوف ريسبريدون اولانزابين بروديوس امبروفمنت للانكزايتي سيمبتوم وين ادد تو اكزيستنت تريتمنت ان بيشنت نوت ريسبوندنج للفيرست لاين دراجز راذر ذان ان هو يستعمل مونوثيرابي. الكنديان جايد لاينز فور انكزايتي اند ريليتد ديس اوردر ريكومند الاولانزابين الاريبيبرازول الريسبريدون as augmentation strategy للجنراليز انكزايتي وللبانيك ديس اوردر. الريسبريدون والاريبيبرازول are also recommended as adjunctive للتريتمنت للسوشيال انكزايتي ديس اوردر. Several systematic reviews list antipsychotic showed the potential utility of كوتيابين مونوثيرابي في الجنراليز انكزايتي ديس اوردر. المشكله ايه؟ المشكله هي بتبقى في التولرابيلتي. لو هيستعمل الكتيبين هنستعمل من دوز من 50 الى 300 ميلي جرام في اليوم. There is reasonable concern حوالين الشورت واللونج تيرم ريسك اوف يوزنج الايه الانتيسايكوتيك في الانكزايتي ديس اوردر. اول حاجه there is limited studies to date in other anxiety disorder السوشيال والبانيك ديس اوردر. لكن الجنرالايز يعني هي اللي اكتر حاجه عليها الايه عليها الكلام. يبقى الكلام في السوشيال والبانيك مش كتير. اللونج تيرم ريسك اوف ويت جين دي نقطه لازم نعتبرها جدا جدا جدا. الحاجات ديت ليها الايه ليها البوتنشال افكت على حياه الشخص نفسه. الويت جين والميتابوليك سيندروم والاكسترافيرال سيمتوم نيورولبتيك مالجنانت سيندروم. يبقى انا مش مجرد ان انا بضيع حبه اعراض حاليه في مقابل ان انا ايه بكتسب العديد من الايه السايد افكت. حاجه محتاجه مونيتورنج ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه يبقى في فعلا نيد لاستعمال هذه النوعيه من الدراجز. الانتي هيستامين كانت في وقت من الاوقات يمكن الهيدروكسيزين والداي فين هيدرامين اللي هو الفينرجان كانوا في وقت من الاوقات بيستعملوا في الانكزايتي ديس اوردر في الجنرالايز انكزايتي ديس اوردر على وجه الخصوص. كوكرين ريفيو ريبورتد ان الهيدروكسيزين اللي هو الاتراكس واز سوبيريور للبلاسيبو وكومبيرابل للبنزودايزبين والبوسبيرون. طبعا ايه النتائج ايه مشجعه او الكلام بتاع الريفيو مشجع لكن هي نفسها بقى ايه لان كل الحاجات ديت الصادز ديت قديمه قوي. الاوثر سايتد هاي ريسك اوف ستادي بايس اند كونسيرن اباوت سيديشن ويز هيدروكسيزين. However, some guidelines recommend that this drug should not be used as a first-line therapy due to associated side effects with low effect
slow onset وال lack of efficacy على الكوموربيد كونديشن. الهيدروكسيزين والاذر انتي هيستامينز زي ما قلنا الفينرجان may be safe in in children وادوليسنس والبريجننت وومن، لكن بالتاكيد مش هيستعملوا في هذه الايه لا في التشيلدرن ولا في البريجننت وومن اون ان ريجولار بيزس لاسباب كتيره خالص. There is concern about the risk of anticholinergic toxicity with delirium في ال elderly and the patient with neurocognitive disorder. ال antihistamines are generally well tolerated بغض النظر عليه باستثناء الايه ال anticholinergic side effect اللي احنا قلناه. طبعا في دروبات خطيره جدا بالنسبه لل antihistamine اللي هو بيحصل ايه تولرانس لل antihistamines over time، يبقى هيقل الايه؟ هيقل ال efficacy بتاعها. الالفا والبيتا ادرينيرجيك بلوكر على راسهم البروبرا البيتا ادرينيرجيك بلوكر انتاجونست از وايدلي بريسكرايبد فين في السوشيال انكزايتي اوردر البرفورمانس انكزايتي. ذير از ليتر ريسيرش في الايه في الجنرالايز انكزايتي اوردر، والهدف طبعا هو تو كنترول ايه التاكي كارديا اللي بتحصل التريمورس اللي بتحصل، لكن هي مش هيبقى لها افكت على الايه على الانكزايتي اتسيلف. يبقى سواء البروبرانلول الكلونيدين او الجوانفاسين ما لهمش الايه ما لهمش الرول الكبير بالنسبه للجنرالايز انكزايتي ديس اوردر، بالاضافه للايه للسايد افكت اللي ممكن تحصل بالنسبه لهم على راسها الهايبوتنشن والاسيدج، يمكن استعماله الرئيسي اللي هو في البرفورمانس انكزايتي. نيجي بقى على حاجه مهمه جدا اللي هي الان ريسبونسيفنس للستاندرد تريتمنت ريزيست. انا استعملت احنا قلنا اصلا عندنا ما فيش حاجه بتزيد عن 50% من الريسبونس. طيب الحالات دي هعمل فيها ايه اللي هي ان ريسبونسيف للتري؟ قبل ما افكر او اقول ان خلاص ان الشخص ده ان ريسبونسيف او تريتمنت ريزيستنت لازم في حاجات كتيره اراجعها، اهو راجع التشخيص نفسه تشخيص مظبوط ولا لا، adherence للتريتمنت بلان، الدوز الموصوفه بياخدها فعلا ولا لا، والدوز كافيه ولا لا، والترايل بيريود قد ايه وادكويت ولا لا. راجع السايكوسوشيال فاكتور، الانزايتي ممكن تكون نابعه من ايه من سايكوسوشيال فاكتور مش محتاجه دراجز من الاساس. راجع الكوموربيد بيرسوناليتي والسابستنس يوز ديس اوردر اللي هي ممكن تكون تلعب دور مهم في حدوث الانكزايتي، تكون هي ريليتد الانكزايتي اصلا ريليتد للايه للميديكال او السابستنس يوز. كونكرنت دراجز اللي هي ممكن فيها دراج دراج انتر اكشن اللي تاثر على الافيكاسي بتاعت الدراجز. مفيش بقى ستادز كتيره على عكس الايه السكيزوفرينيا او على عكس الديبريشن حوالين ايه حوالين التريتمنت ريفراكتري او التريتمنت ريزيستنت anxiety disorder. لكن if after treatment بأدكوت دوز لمدة 4 إلى 6 أسابيع الشخص إيه مفيش الإيه مفيش no response المديكيشن should be changed. If no response مش partial response if no response لازم نغير. Those switching studies لكن مفيش حاجة بتتكلم قوي على switching وعمل switching إمتى. Many treatment refractory patients are reported to respond when different antidepressant is tried. بغير من SSRI لSSRI تاني او من SSRI لSNRI او العكس. ما هم نفسه بس في كل واحد ممكن ايه يبقى فيه ريسبونس different response رغم ان نفس الايه نفس الكاتيجوري. طب لو في partial response is seen after this period there is still a chance ان البيشنت والريسبونس افتر انذر 4 يبقى بطول الايه بطول الديوريشن شويه. فور سام انتي ديبريسنت ذا ستادز اون ا بوتنشال دوز ريسبونس ريليشن شيب از انكونكلوسيف. يبقى مفيش ايه مفيش الستادز اللي بتقول ان انا كل ما هزود الدوز كل ما ايه كل ما هلاقي ريسبونس. الكلام ده لقيناه في الديبريشن لكن مش موجود في الاو سي دي. الاو سي دي كل ما هزود الدوز كل ما هلاقي ريسبونس، عشان كده البعض بيقول ان انا ايه ممكن اوصل بدوزس اكتر من الريكومندد دوز، بس ده هيفضل ايه هيفضل
مش ستاندرد تريتمنت، وعلى مسؤوليه الشخص اللي هو بيمارسه، يبقى محتاج خبره اكتر مع هذه الحالات. Elderly patient may take longer time to show a response. نقطه نبقى عارفين. In patients who are unresponsive to psychotropic drugs, an addition of CBT meninsahol is generally recommended. A combination of antidepressant and benzodiazepine is sometimes used في الحالات الحالات الريفراكتوري او الريزيستنت. When all standard treatment have failed, the off-label use of drugs زي الكوتابين والاجوملاتين ممكن يستعمل. طيب ازاي امنع الريلابس؟ خلاص الشخص اتحسن هبطل، هيحصل ريلابس. A number of studies show the long-term benefit of drugs في الجنرالايزد انكزايتي disorder. Many studies show it significant advantage for staying on active medication بالمقارنه بالايه؟ بالسويتشنج للبلاسيبو. يبقى فيه العديد سواء الاس اس ار اي او الاس ان ار اي زي الايه؟ زي الفيلافاكس. So drug treatment should be continued for المتوسط اللي هو ايه؟ اللي هو 12 شهر زي ما قلنا قبل كده. وال 12 شهر دي برضو ما هوش كلام مقدس، ده ايه؟ بيتم في مراعاه الايه؟ ظروف الشخص نفسه، ممكن تبقى اكتر وممكن تبقى اقل. قال واحده خلاص want to be plan pregnancy وهي controlled بقى لها 6 شهور، يبقى ممكن ايه؟ في الحاله ديت ان انا افكر ان انا to taper the drug. To avoid withdrawal symptom, the dose should be slowly tapered off over a period على القليلة أسبوعين. It is a common belief إن الإيه؟ إن الأشخاص اللي هم اتعالجوا بفارماكوثيرابي اللي اتعالجوا بدراجز هم اللي بيحصل لهم إيه؟ هم اللي بيحصل لهم ريلابس، لكن اللي خدوا سي بي تي معاهم دول مش هيحصل لهم ريلابس. أحد الستادز لقت برضو ان نفس الكلام بيحصل مع الاشخاص اللي ريسيفد سي بي تي، ان بيحصل برضو ريفيل سبستانشال ريلابس ريت للاشخاص اللي خدوا السي بي تي. وبما يستدعي برضو ان ممكن اكون محتاج مينتنس ثيرابي بالنسبه للسي بي تي. بكده نكون خدنا فكره سريعه عن العلاجات المحتمله للجنرالايز انكزايتي ديس اوردر وازاي اتعامل بيها وازاي اتعامل مع السايد افكت بحيث ان انا امنعها. شكرا لكم.